السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه فوتور، موقع جميل جدا بيشغل بحاجات كتير من الذكاء الصناعي. وقبل ما يخش موضوع الذكاء الصناعي بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، كان برضو فيه شوية مزايا حلوة قوي. يعني تقدر مثلا تختار اي بوستر من دول وتدخل تعدل بس التكست وتعدل الالوان اللي انت عايزها وتلاقي البوستر بتاعك جاهز. حاجة مثلا في الانستجرام بتبدأ تختار وتبدأ تعدل، تبدأ تمسك تطلع حاجة وتعدل فيها، بتعدل معاك زي ما انت عايز. كارت مثلا زي كده، في امكانيات ممتازه جدا وحاجات مختلفه كتيره. ممكن تقول له مثلا عايز اعدل في صوره، فتختار اي تعديل اللي انت عايزه. مثلا عايز تكبر الصوره من غير ما جودتها تقل، او انت عايز تعمل كروب، مجرد ترفع الصوره وتقدر تعمل اي امكانيات انت عايزها. ممكن مثلا في صوره معينه مش واضحه تبدا انها توضحها، او صوره تكون قديمه او ابيض واسود ويكون فيها مشاكل يبدا ان هو يعالجها لك. في تحسينات كتيرة جدا في الصور، ومعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعني مش محتاج ان انت تبذل مجهود كبير زي زمان. لو جيت هنا تبص على التولز اللي هو بيعدل فيها، فبتلاقي ان هو تكست اديتور، لو عندك الصورة تقدر تعدل تكست على طول، تقدر تعمل فليب او تعكس الصورة، في امكانيات كتيرة جدا، في ان انت تحول الصورة لكرتون. طبعا في مواقع كتيرة بتدعي هذا، لكن بتلاقي جودة قليلة، هنا الجودة مميزة. طيب خليني كده اجرب، اختار مثلا الصورة ديت واقول اوبن، يبدأ هو يحولها لكرتون. الايديت اللي فيه بشكله جميل جدا وسهل جدا في الاستخدام، تقدر تختار اي ستايل انت عايزه يبدأ ان هو يعمل لك الصور عليها بالشكل دوت. هتقول له جنريت الستايل اللي انت عايزه. هو في كريدت معينة وبعد كده تشتري، غالبا الكريدت هيخلص بسرعة. يعني عمل حاجة بالشكل ده هو تعملها. طيب خلينا نختار مثلا حاجة زي كده، كده ناقص لي واحدة بس، هقول له هنا ان انا عايز صورة واختار هجم ارت او كارتون سيل بالشكل ده. هو الموقع فيه امكانيات حلوة وجميلة، لكن هي مشكلة لازم تشتري كريدت كل شوية. تمام، تبدأ بقى تختار الصورة اللي انت عايزها. اي صورة انت عايز تعدلها مجرد ترفعها، ممكن تقول له انا عايز اكبر الصورة، عايز احذف الباك جراوند، عايز اعمل تحسينات فيها، عايز تعمل كروب. كل الامكانيات دي موجوده واغلبها بيشتغل بالذكاء الاصطناعي زي ما انت شايف. وفي كذا مؤثرات موجوده وتحسينات للصوره وتحسين، يعني بتعمل الحاجات جميله جدا. في برضو ان انت تقول له انا عايز اعمل من تكست تحوله لي لصور، تكست ايمج موجوده، ايمج تو ايمج، ترفع اي صوره وتعدل عليها، تكتب له انا عايز يبقى على شكل فارس، عايز هكذا. اي اي اكستندر بتديله صوره صغيره هو يحاول ان هو يستنتج ايه اللي حواليها. فيس سواب بتدي تختار اي لوحه فنيه او اي صوره وتحط صورتك بدلها زي ما انت شايف مثلا اهو. تقدر تحذف اي حاجه من الصوره ويحط لك حاجه مكانها، مش تبقى مكانها فاضي. الالوان الاي اي ارت افكت، فموقع جميل يعني بيوفر كتير جدا. لكن يعني انا جربته بكذا حساب بصراحة، عمل لي شغل جميل جدا. وهي تمام، دي مثلا بتقدر انت تعدل مجرد ان انت تختار بس كده، تقول له احذف الباك جراوند، خلاص يحذف لك الباك جراوند. تمام، تختار بقى الحاجة اللي انت عايزها وتقول له ابلاي، يبدأ يحذف لك. طيب هنا مثلا في صور، قلت له اعمل لي صور مباني، مجرد كتبت له تكست عمل لي الصورة الجميلة دي على طول ساعتها. هنا برضو ترفع اي صورة وتحط وشك على اي صورة انت عايزها. اتمنى الموقع يعجبك.